اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، والتي نستعرض فيها بالارقام والتحليل اداء البورصه المصريه، والتي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين مدفوعه بعمليات بيع مكثفه من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحليه والاجنبيه، وذلك على الاسهم مع اقتراب الحكومه من تطبيق ضريبه على الارباح المحققه من التعامل في البورصه. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.16% مسجلا 8548.24 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.4% يغلق عند 483.8 نقطة، وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ليتراجع بنسبة 1.17% من قيمته مسجلا 985.59 نقطة. هبط أيضا مؤشر إيركس 20 محدد الأوزان النسبية بنحو 99% مسجلا 9158.71 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق، حيث تصدر قطاع العقارات قطاعات السوق بنسبة 25.37%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 21.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 19.66%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 15.62%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة بلغت 86.99% من التداولات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا وحصلوا على نسبة 3.11%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 9.9% من حجم التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي مال فيه الأفراد نحو الشراء وحصلوا على نسبة 31.1%، وذلك من حجم التعاملات، بينما اتجهت المؤسسات نحو البيع وحصلت على 68.98%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 54.5%، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 35.39%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 5.32%، يليه سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 83%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدر سهم العربية للخزف أوراسكوم بنسبة 9.88%، ثم سهم العز الدخيلة للصلب الإسكندرية بنسبة 9.67%، تلاه سهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 8.48%، ثم سهم منفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.85%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.4 مليار جنيه، ليبلغ نحو 495 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت وتجاوزت 1.1 مليار جنيه. مشاهدينا، لمزيد من التفصيل والتحليل حول أداء البورصة اليوم، معنا ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة رانيا يعقوب خبيرة الأسواق المال، والتي ستوضح لنا أسباب هذا الهبوط والتراجع الحاد في البورصة، ولكن بعد متابعة التقرير التالي. أهلا بك أستاذة رانيا. شاهدونا. تواصل النزيف الحاد للبورصة المصرية الاثنين لتغلق مؤشراتها على هبوط جماعي. السوق تأثرت بعمليات بيع مكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية على الأسهم، مع قرب تطبيق الحكومة لضريبة على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة بنسبة 10% على مجمل الربح سنويا والتوزيعات النقدية للشركات. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.4 مليار جنيه، ليصل إلى 495.300 مليار جنيه، وتجاوزت التعاملات 1.1 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 هبط بنسبة 1.16%،
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنحو 1.4%. وشملت التراجعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا ليخسر نحو 1.17%. وسطاء بالبورصة أكدوا أن الأسهم واصلت هبوطها الحاد، خاصة بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب مساء الأحد أمام الجمعية المصرية للأوراق المالية، التي أشار فيها إلى أن نسبة 10% المفروضة على التوزيعات النقدية ترتفع في حال تجاوز حجم تعاملات المستثمرين 5 ملايين جنيه، لتدخل في آلية الوعاء الضريبي لضريبة الدخل، ما قد يدر بأرباح الصناديق والمؤسسات المالية والمحافظ الكبرى. من جانبه، طلب رئيس البورصة الدكتور محمد عمران الحكومة بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أسوة بما حدث مع الضريبة العقارية، معللا ذلك بظروف السوق السيئة. خبراء مليون أشاروا إلى أن أسعار الأسهم في النصف الأول من التعاملات شهدت هبوطا حادا، ووصلت فيه الأسعار إلى مستويات أدنى من معدلاتها بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. لكن تجاوب رئيس البورصة مع مطالب المستثمرين ومطالبته للحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة أرباح البورصة حسنت من أداء السوق في النصف الثاني من جلسة التداولات، وسط أمال باستجابة الحكومة لمطلب رئيس البورصة. وأشار خبراء إلى أنه في حال رفض الحكومة لمطلب رئيس البورصة بتأجيل تطبيق الضريبة سيعني ركودا حادا في السوق وهروبا جماعيا للمستثمرين، وفي حال تجاوبها مع مطالب التأجيل فإن السوق مرشحة للصعود من جديد على المدى المتوسط. أرحب بحضراتكم من جديد، ونبدأ تحليلنا لأداء البورصة اليوم مع ضيفتنا في الأستوديو الأستاذة رانيا يعقوب. يعني أستاذة رانيا، امبارح شهدت البورصة خسائر وتراجعات نسبة حوالي 9 مليار، النهاردة 7.4. الأول، تفسير حضرتك لهذا التراجع إيه وسببه؟ في الحقيقه تفسيري مش هيختلف عن تفسير كل خبراء السوق اللي كانوا بينادوا بيه من حوالي 9 اشهر، وهي الضريبه على الارباح الراسماليه للبورصه. النهارده البورصه بتثبت على مدار شهرها السادس او السابع تقريبا بعد عمليات الهبوط المتتاليه، وبالذات خليني اتكلم على الاسهم الصغيره والمتوسطه، هبتعد شويه عن الاسهم القياديه. الاربع اسهم القياديه البورصه النهارده بتصرخ وبتقول انا بهبط ومفيش سيوله، ومفيش سيولة هتدخل جديدة، والسيولة اللي عندي تقريبا شرفت على الانتهاء. في عمليات تخارج واضحة جدا من مبيعات المؤسسات والأجانب. أنا مش محتاجة آليات زي طرح شركات جديدة، ولا إن أنا أفعل آليات جديدة، لا، أنا محتاجة إن احنا تحلولي المشكلة الأساسية اللي بتمنع دخول استثمارات. أنا يعني هتساءل كده، بلد النهاردة بتسعى للنمو، بتسعى للخروج من عنق الزجاجة، بتقدم حوافز الاستثمار، بتحاول تحل مشاكل المستثمرين، ولكن للأسف من الواضح إن هما نسوا يلتفتوا للمشكلة الداخلية اللي هتمنع كل ده إن هو يحصل. طب هقطع حضرتك، يعني معنى كده نفهم إن كل ما تيجي مثلا، لو افترضنا إن هي الضريبة دي مطبقة في الخارج بطبيعة الحال، امتى يتم تطبيقها؟ لا مع احترامي الشديد يا فندم، مطبقه فين في الخارج؟ احنا عملنا دراسات، البورصه عملت دراسات، اغلب الجمعيات السوق، ويمكن استاذ محسن عادل على مدار الايام الماضيه كان بينادي بهذا الامر، ان اغلب جمعيات السوق تقدمت بدراسات لوزاره الماليه وعملت دراسات مقارنه عن وجود هذه الضريبه في اغلب دول العالم. للاسف الضريبتين مش موجودين، احنا عندنا ضريبه على التوزيعات وضريبه على الارباح الراسماليه. وفي اقتصاد اساسا مش محقق عائد، يعني البورصه المصريه ما حققتش العائد. معلش انا هنا بقى هلوم على المعلومات المغلوطه اللي تم تقديمها للساده المسؤولين، وبناء عليه تم اتخاذ قرار هذه الضريبه. يعني حضرتك بتقولي ان هم كضريبتين، لكن ممكن يحصل عمليه دمج للضريبتين دول مثلا يا فندم؟ هو دلوقتي طبقوا يعني في مصر ضريبتين. كويس، طبق على المستثمرين في مصر ضريبتين. في اغلب دول العالم اللي بتطبق الضريبه دي وهم قله يعني، والوضع المعيشي مختلف والاقتصاد مختلف والظروف الاستثماريه مختلفه تماما، بتطبق واحده من الضريبتين. خليني بس اتكلم ان المعلومات واحده من الضريبتين بره. المعلومات، طيب السؤال هل نطبق برضو المطلوب، يعني هل تطبيق واحده بس من الضريبتين؟ توقيت
توقيت تطبيق هذه الضريبة هو ما يستفز جموع المستثمرين وما يستفز صناعة سوق المال في هذا التوقيت بالذات. يعني خليني أتكلم زي ما احنا عمالين نقول مرارا وتكرارا إن الاقتصاد نامي، الاقتصاد شاب، قدامه فرص جيدة، في عندنا إصلاحات بتقوم بها الحكومة بيشيد بها العالم، عندنا مؤتمر عالمي فوق كل التوقعات اللي كان بينتظرها خبراء السوق أو بينتظرها الاقتصاديين والوزراء نفسهم، وفي الآخر ده مش بينعكس على مرآة الاقتصاد. مرآة الاقتصاد اللي هي البورصة مرآة مشوهة ومكسورة للأسف، وده بيرجع لإيه؟ إن هي فيها مناخ استثماري غير جاذب للاستثمار. طب ده يفرض علينا سؤال، الضربة دي متطبقة من فترة وكانت البورصة بترتفع، لا الفترة دي للتحديد الضغط، هل ده نسميه نوع من الضغط؟ اسمح لي بس أعدل معلومة صغيرة جدا. البورصة كانت بترتفع، أنهي مؤشر اللي كان بيرتفع؟ مؤشر الإي جي إكس 30 وهو مؤشر الأوزان النسبية اللي بيتحكم فيه اللي ليه الوزن بيرتفع، بس تحركه ما كانش مرضي بالدرجه الكافيه. احنا تجاوزنا الزرانية 10000 نقطه في فتره من الفترات ده عن طريق مؤشر الاي جي اكس 30 قبل المؤتمر. ده بعد اذن حضرتك، ده بعد ده مؤشر الاي جي اكس 30. مؤشر الاي جي اكس 70 كان بيتحرك باسعار لما كان مؤشر الاي جي اكس 30 في مناطق ال 6000. تمام. خليني اقول ان مؤشر الاي جي اكس 30 ودي المشكله اللي احنا بننادي بيها بقالنا سنين بيصعد بفعل، خلصنا من قصه اوراسكوم انشاء وصناعه وتخرجت من هذا المؤشر او تخرجت من الوزن النسبي الاعلى وحل محلها سهم السي اي بي، وصعد السهم لمستويات تاريخيه مقترب من مستويات ال 58 جنيه بدافع من زخم من الاخبار الايجابيه عن هذا السهم، والى جانبه مصر جديده ومدينه نصر وهرمس مجموعه من الاسهم القياديه حوالي 3 او 4 اسهم. وقيل في هذا الوقت ان البورصه المصريه بناء على صعود هذا السهم حققت 39% او 34%، وده يعتبر اعلى صعود بالنسبه للبورصات المنافسه والبورصات العالميه. كان صعود؟ صعود على مؤشر بيصعد فيه اربع اسهم. دلوقتي انا كله عندي نازل، كل المؤشرات ما ده شيء طبيعي، ما ده شيء طبيعي يا فندم. رغم الاتجاه الصاعد ده الاسهم القياديه داخله في حركه تصحيحيه وده طبيعي يا فندم. طب ليه البعض بيتصور ممكن يتصور ان ده حاله من الضغط، استقاله اداه من ادوات الضغط للتراجع عن قرار تطبيق الضريبه؟ يا فندم هو فين السيوله اللي هيضغطوا بيها على السوق؟ السوق بينفس حوالي 300 و400 مليون 300 و400 مليون جنيه في اليوم، احجام تداول هزيله، البياع ده بياع بيتخارج لانه شايف المناخ الاستثماري غير امن، ابتدت تظهر مع هبوط الاسعار عمليه بقى اللي البعض اعزى ان هو ده سبب هبوط السوق، ولكن هو نتيجه وبكرر نتيجه مشكله الكريدت اللي البعض بيقول ان شركات السمسره هم السبب في هبوط هذا السوق، ده كلام خاطئ وانا ما زلت باصر عليه ان كل ما يحدث الان من شركات السمسره هي بتعالج مشكله الكريدت. المشكله الكريدت ابتدت تظهر لان اغلب المراكز الماليه للعملاء اصبحت مراكز تعتبر في منطقه الخطر، فيجب تسويه هذه المراكز وتعديلها، فبالتالي بتلجا شركات السمسره اللي هي مراقبه من هيئه الرقابه الماليه وملزمه بمعايير ملاءه ماليه يوميه ان هي ترسلها عن عميل وعن ملاءه الشركه ان هي تظبط هذه النسب. كويس، يعني شركات السمسره هي بريئه من الموضوع ده. طيب تفسري بيه حضرتك عمليه البيع المستمره ومكثفة كمان ومن فترة للصناديق الاستثمار، خصوصا انها كانت بتكسب وكانت بتشتري وكانت شغالة كويس، واي تصحيح عرضي ما كانش بالمعدل ده. احنا 9 مليار امبارح 7 مليار النهاردة، ده احنا لسه في اول اسبوع نعتبر. يعني في الحقيقة احنا من حوالي 3 اسابيع توجهنا للسادة المسؤولين عن البورصة والمجموعة الوزارية او المجموعة الاقتصادية ان هما يجتمعوا بالسادة مديري الصناديق عشان يسألوهم عن رؤيتهم بالنسبة للاقتصاد المصري ايه، لان من الواضح ان هما عندهم رؤية مختلفة عن رؤية العالم عن رؤيتنا احنا كشعب او اللي احنا شفناه خلال المؤتمر الاقتصادي. فاحنا كنا بس بنطالب الساده المسؤولين، وللاسف حتى الان لم يحدث هذا الاجتماع، رغم ان في بعض المواقف، وخليني اذكر الساده المشاهدين وانعش ذاكرتهم كده، ان مثلا ساعه هبوط البورصه العنيف اللي حصل في شهر مارس 2014 مع اعلان سياده الرئيس دخوله السباق الانتخابي، يمكن حصل عمليه تصحيح قويه في السوق كان بيسبقها صعود قوي، وساعتها اجتمع السيد رئيس البورصة وبعض المسؤولين رؤيتهم ووجهة نظرهم في السوق. طيب الموضوع الثاني دلوقتي احنا في حالة زي ما نقول شركات المفروض هتخش، يعني وزير الاستثمار صرح ان في شركتين هيدخلوا وهيضخوا اموالهم من 4 شركات بترولية، شركتين استثمار، وديعة الخليج في خلال اسبوعين ثلاثة هتكون موجودة، هل ده مش هيكون له اي اثر ايجابي على البورصة؟ أنا برضو هحب أنعش ذاكرة السادة المشاهدين والمسؤولين.
في بداية الألفينات كان السوق المصري أو الاقتصاد المصري كان بيمر بحالة من الركود قوية جدا على مدار سنة 98 99 2000 2001 لغاية بداية الاكتتابات سيدي كرير وأموك، وابتدت هذه الاكتتابات تجذب سيولة داخل السوق، وابتدت تحرك المياه الراكدة، وابتدينا نشوف اتجاه صاعد للسوق المصري حتى عام 2008 مع الأزمة العالمية وأزمة دبي، وابتدينا ندخل في عمليات تصحيح مثلنا مثل الأسواق المحيطة بينا. تمام. ولكن احنا بتطرح شركات جديدة داخل السوق في خلال الفترة الماضية، يمكن عام 2014 و2015 شهد طروحات كثيرة جدا، للأسف مش شايفين نتائجها. هي زودت رأس المال السوقي تمام. ولكن للأسف ما جذبتش سيولة داخل السوق، وبالتالي ده منعكس على أحجام التداول. فهنا يجب على السادة المسؤولين بقى السؤال ليه، من وجهة نظري أنا، وده اعتبره تفسير شخصي، إن في مشكلة داخل السوق المصري، وبالتالي الطروحات دي مش بتجذب سيولة، السيولة دي عندها عزوف عن دخول السوق المصري لأنها شايفة في رؤية إن هي في معوقات. معقول يا أستاذة رانيا كل ده نرجعه على الضريبة 10%؟ لا، هو في يعني عدة عوامل. يعني احنا دلوقتي شايفين حاجة متناقضة تماما، يعني استثمارات ومؤتمر اقتصادي وبداية اتفاقيات وهتخش في التنفيذ أرض الواقع، وتراجع تام للمرآة اللي بتعكس نتائج هذا المؤتمر. هل كل ده بسبب 10%؟ لا، في يعني عندنا عدة عوامل، يعني بعض المشاكل اللي عانى منها المستثمرين خلال الفترة الماضية مثلا زي مشاكل الأجانب مثلا، مقيل إن هم بيجدوا صعوبة في خروج باستثماراتهم أو بأموالهم بسبب عدم توفر النقد الأجنبي، إن في المشكلة دي من عام 2013، فبالتالي أصبح لها نتائج عمالة تتراكم تتراكم حتى وصلنا للحالة دي، مع وجود طبعا مشكلة الضرائب على الأرباح الرأسمالية. وللأسف أنا عايزة أسأل، أنهي قرار بضريبة بيطلع ويقعد 9 شهور ما يطلع لهوش لائحة تنفيذية حتى الآن؟ طب ما هو رئيس الرقابة، هيئة الرقابة على الأوراق المالية، أعلن أمس في المؤتمر اللي هو كان فيه اجتماع شب، إن هو كان ممكن يصدر هناك نوع من أنواع التوعية بهذه الضريبة، واللي محتاج لهذا يذهب إلى الهيئة اللي تعرف على هذا. المشكلة الناس مش حكاية مش عارفين هم هيدفعوا إيه، ولا الناس معترضة أو إحنا معترضين، هو الناس كسبت، هي محافظ الناس كسبت علشان خاطر تدفع عليها ضريبة، مفروض إن الناس هتدفع ضرائب، معلش يا فندم، بعد ما تحقق عائد. وللأسف يعني هي المؤسسات، يعني هي المؤسسات دلوقتي والصناديق بتبيع خسرانة؟ أنا مش هتكلم عن الصناديق والمؤسسات، أنا هتكلم عن المستثمرين الناس الأفراد. الصناديق، معلش، الصناديق والمؤسسات مفروض يعلنوا عن وجهة نظرهم، يعلنوا عن رؤيتهم، هما ليه بيبيعوا بصوره مكثفه في وسط اقتصاد؟ طب انت تفسيركم ايه كخبراء يعني ورصدين لحركه السوق؟ احنا شايفين ان المناخ الاستثماري داخل السوق المال غير مشجع، وبالتالي في عزوف عن دخول استثمارات في الوقت الحالي. طالما المؤسسات بتبيع حتى الان وبتتخارج حتى الان، يبقى هي لسه ما زال عندها رؤيه ان السوق ممكن يكون عمليه التصحيح دي هتستمر لفتره اطول، وبالتالي هي عشان كده مش بتدخل اموال دلوقتي. هتروح بينا فين عمليه التصحيح دي بقى؟ بص حضرتك، قصه الناحيه الفنيه طبعا ممكن نحط دعوم، يعني النهارده السوق اقترب من مستويات ال 8450، ولاحظنا في اخر الجلسه دخول سيوله محدوده وارتداد من هذا المستوى. طبعا هننتظر جلسه الغد عشان نقدر نشوف اذا كان ده هيكون ليه اثر ايجابي على صعود السوق خلال جلسه بكره، وطبعا يجب هنا ملاحظه احجام التداول بصوره واضحه. انا لسه هتكلم عن التداول والسيوله النقص. ما انا لسه هقول لحضرتك، بس ولكن قصه ان احنا نقول ان مستوى ال 8450 هو اخر مستوى دعم السوق هيقف عنده، دي مش في ايدين اي محلل او في ايدين اي حد ان هو يحط دعم للسوق. المشكله عندنا مشكله سيوله، مشكله ان في بائع، في مناخ غير مهيئ لدخول السيوله، وده واضح من تخارج او المبيعات بتاعه المؤسسات. فبالتالي ما زلنا بنقول ال 8450 بتعتبر دعم، يا ليها ال 8000 بتعتبر دعم، لكن ما حدش يقدر يقول ان السوق هيرتد من النقطه دي. احنا نعرف ارتداد السوق بعد ما يرتد بفوليوم ويقدر ان هو يكسر مستوى مقاومه ويقف عندها. طيب بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ده الرئيسي الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ده متداس في الرجلين انت تنجز التعبير يعني. ما أنا هكلم حضرتك بس الأسهم اللي صعدت إيه النهاردة؟ اللي هي الأسهم القيادية. أسهم الصغيرة والمتوسطة دي بتمر بحالة زي ما بيقولوا عليها كده إيه، السوق صاعد بتهبط، السوق هابط بتهبط، السوق عرضي بتهبط. للأسف ليه؟ علشان أحجام السيولة ضعيفة، ما عندناش سيولة كافية تدخل تصعد بالأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة مع بعض، وده اللي بيأكد صعود السوق وبيؤكد أن هذا السوق سوق صحي
بيصعد فيه جميع الأسهم وجميع الشركات. هي كلمة صغيرة ومتوسطة مش معنى أنها صغيرة أن حجمها صغير ومتوسط، لا، هي علشان سعر السهم بالعكس صغير. هي تملك 70% من حجم السوق يعني. بالضبط كده. طب هي مسألة السيولة دي وبتاع، هل مع عوازيز متحركة اللي هي الودائع الخليجية اللي جاية حوالي 6 مليار و250 والشركات اللي هي هتحط شركات هتسجل أسهمها شركات البترول والكلام ده، ما تعوضش في السيولة؟ لا أو لا. ما تحركش شوية نسبيا؟ ما خلينا نقول الشركات اللي تم طرحها شركات جيدة، مش شركات وشركات متوقع عليها نتائج أعمال جيدة في الفترة القادمة، ولكن للأسف ما جذبتش سيولة. فإيه اللي هيخلي الوافد الجديد يجذب سيولة؟ المشكلة إن إحنا نوفر مناخ عشان نطرح هذه الشركات فيه. يعني مع احترامي الشديد، موضوع الضريبة إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا مش معترضين على مبدأ الضريبة، إحنا معترضين على توقيتها. بالتالي يجب على سيادة المسؤولين إن هم يدرسوا بقى الآثار الاقتصادية. للأسف عند إصدار هذه الضريبة لم تدرس الآثار الاقتصادية ليها، والأسف كلها آثار سلبية. إحنا حاولنا نشرحها خلال هذه الفترة وقلنا إن الزمن كفيل إن هو يبين النتائج. الجغرافية اللي هنتوقع إيه بكرة إن شاء الله يعني في حالة نتيجة الارتدادة في ارتدادة اليوم في آخر جلسة اليوم بأحجام التداول اللي شفناها ارتفعت نسبيا خلال نهاية الجلسة أو التلت الأخير من الجلسة، أتوقع أن جلسة بكرة تفتح على صعود. ما زلنا بنقول أن السوق حتى كسر مناطق 8600 تعتبر أول مقاومة، ما زال أمامنا برضو منطقة الخطر عند مناطق 8900، منطقة 9000 أو المنطقة دي تعتبر منطقة خطيرة، يعني بننتظر فيها كسر هذه المنطقة وتأكيد هذا الكسر بأحجام تداول مرتفعة عشان ننصح المستثمر بالعودة مرة أخرى والدخول، خاصة لو هو مستثمر على المدى الطويل والمتوسط. إن شاء الله أتمنى خير. أستاذ رانيا يعقوب خبير أسواق المال، بنشكر شكرا جزيلا على هذا التحليل وهذا التوضيح. شكرا. ومشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم مؤشر النيل، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وفرق عمل آخر.